ما هو الوصال المنهي عنه؟ وهل يجوز أن يواصل يوما واحد؟ ما هو الوصال المنهي عنه؟ الوصال، وهل يجوز أن يواصل يوما واحدا دون أن يفطر؟ هذا سبق الكلام عنه، قلنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال وقال فإن كان ولا بد فمن السحور إلى السحور بس.